معنا المزيد من المتابعة والتحليل مباشرة دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي في جامعة قناة السويس، تحية لك دكتور. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. تأكيد دلالات كبيرة للزمان في ظل هذه التحديات المتعاظمة التي نشهدها حاليا، والمكان من روسيا دولة تواجه أيضا تحديات كبيرة، ويعني خطر أو شبح العزلة والاستبعاد يخيم عليها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وحتى الآن منضمون جدد إلى هذا التجمع على رأسهم مصر، وهذه أيضا نحسب أنها قيمة مضافة. يعني قراءتك التحليلية بشكل عام ومدى تعويلك سواء على هذه القمة هذه المرة وعلى يعني رياح التغيير التي تهيمن عليها بشكل أو بآخر. في البدايه برحب بحضرتك والساده المشاهدين. طبعا احنا القمه في وقت ملح جدا بيمر به العالم بازمات ما زالت مستمره وبتتصاعد حدتها، وضعت العالم اجمع امام تحدي وهو خلق تعدديه قطبيه تفيد كل دول العالم، وليس بعيدا عن هيمنه دوله واحده واستفاده الهيمنه الدولاريه تحديدا. عشان كده بتقول ان قمه البريكس او تجمع البريكس هو هدف اساسي خلق منافع مشتركه تعود بالنفع على الدول الاعضاء. عشان يمكن لهذا السبب شاهدنا اكثر من 80 دوله بتتقدم بطلب عضويه جديده في هذا التجمع. هذا التجمع اللي ابتدا منذ بدايه القرن الحالي في قوي وتزداد قوته يوم بعد يوم. 10 دول دلوقتي اعضاء فيه رسميين، كل دوله لها مزايا نسبيه بتختلف عن الدوله الاخرى. خلقت حاله من التكامل وحاله من التشاركيه والتعددية، أعتقد أن هي تمهد إلى اقتصاد عالمي جديد. البريكس هو بيخطو خطوات ثابتة، أصبح القوة الثانية اقتصاديا كأكبر تجمع، كثاني أكبر تجمع اقتصادي في العالم بعدد السكان وعدد المساحة الجغرافية والتنوع اللي موجود فيها الدول الأعضاء، بالإضافة طبعا إلى من يصبو أو من يرغب في الانضمام لهذا التجمع. كل هذه الأمور بترشح الى زياده التبادل بالعملات المحليه للدول، التخلي عن هيمنه الدولار، خلق حاله من التشاركيه والاقتصاد المستدام. لكن لو حضرتك تسمح لي، يعني على مدار الفتره الماضيه مساله فك الارتباط او القضاء على العولمه المتوحشه اذا صح التوصيف كان حلما بعيد المنال. المعطيات الأخيرة والتي يعني تحمل بين جوانبها تحديات أكثر من كونها نقاط قوة بعدما آلت إلى الأوضاع من جراء العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي لإسرائيل، يعني هل يعني التزامن في هذه الأجواء يخدم القضية وصولا إلى التعددية القطبية التي نصبوا إليها ونصرة الدول النامية أم لا؟ بالطبع طبعا ما يشهده العالم في الوقت الحالي من دعم غير محدود من قبل الولايات المتحده الامريكيه لكيان الصهيوني، اللي العالم كله اجمع على ان هو بيسفك الدماء ويتعدى على المواطنين العزل بدون بقوه مفرطه غير ما فيش اي تناسب فيها ودعم غير محدود. ده كله طبعا وضع العالم امام حقيقه مجرده ان ما فيش تعادل، يعني ما فيش تعادل او ما فيش يعني مراعاه للشعور الانساني او للتكتلات الانسانيه. النهارده بتكلم على شعور تكتل كبير جدا اللي هو الكتله الاسلاميه والكتله العربيه. اعتقد ان كل هذه الامور لازم تراها بشكل او باخر من قبل الولايات المتحده الامريكيه، واعتقد هو ان كان شق سياسي فله اكيد بعد اقتصادي وله ترجمه اقتصاديه. النهارده الهيمنه الدولاريه اللي عانى منها العالم اجمع في بدايه جائحه كورونا وفي الازمه الروسيه الاوكرانيه من قبل سياسات تشدديه اتخذها الفدرالي الامريكي، عانى منها كل دول العالم وعانت منها العملات الناشئه اللي تسببت السياسه التشدديه من قبل الفدرالي الامريكي فرفع قيمه او قوه الدولار على حساب باقي القوة الشرائيه للعملات الناشئه. كل هذه الامور طبعا لها مردود اقتصادي بالبحث عن يعني النافذه تكون فيها التعادليه، تكون فيها التشاركيه، تستطيع من خلالها الدول ان يكون لها حريه التنقل ما بين الاطراف الاقتصاديه الموجوده. اترك الايام المقدمه لتجيب على الكثير من التساؤلات ونلمس عن قرب يعني اصداء يعني نجاح مثل هذه التكتلات وهذه المنتديات ان صح التوصيف. دكتور محمد البهواشي اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله القيمه، وتحول من جديد